بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة، معانا فيديو جديد. الفيديو النهاردة مشتريات من السوق. انا كنت جايبة المشتريات دي لازماني عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله، فنزلت النهاردة كده اتسوقت وجبت الحاجات دي. اول حاجة معانا حبايبي هي الطماطم. الطماطم النهاردة كيلو كان فيه بخمسة وبستة وباربعة، دي انا جايبة من ام اربعة زي ما شايفين كده. هي حلوة، فيها حمراء وجامدة جميلة. جبت 2 كيلو، دول كانوا عاملين 8 جنيه. تاني حاجة معانا هنا كان الخيار، ده خيار بلدي زي ما انتوا شايفين، حلو جميل. الخيار النهاردة كان ب6.5، فانا جبت 1.5 كيلو ب10 جنيه. اما هنا يا حبايبي معانا الخضرة، فانا جبت في 6 فلاحة كده بجيب منها، جبت منها الملوخية، دي ملوخية فلاحي غير اللي هي في السوق زي ما شايفين، اللي هي ورقها صغير كده. الربطة كانت 2 جنيه، انا جبت ربطتين دول عاملين 4 جنيه. وكمان جبت برضو من عندها حزمة البقدونس دي، حزمة عفوا الكزبرة والجرجير، الحزمة بجنيه، جبت حزمة وحزمة. كمان هي بتبيع جبنة قريش، فانا جبت منها نص الجبنة ده، نص الجبنة ده ب15، الكيلو ب30. وبرضو هي عندها بيت بلدي، بس ده بلدي بلدي يعني مش بلدي مزارع. جبت منها 5، الخمسة دول ب10 جنيه، طبعا ارخص من اللي هو، قصدي اللي بيباع عند اللبانين ارخص، وبيبقى بيت مزارع مش بيت بلدي زي ده. نيجي هنا بقى لتكملة المشتريات اللي من السوق. انا جبت هنا نص كيلو بانيه، البانيه ده كيلو عامل 60، ده نص ب30 جنيه. اما الليمون فالليمون سعره نزل، الليمون الكيلو ب10 جنيه. اللي عايز يملح انا جبت ربع ب2.5 زي ما انتم شايفين، حلو الاصفر ده بيبقى جميل في التمليح، جبت ربع ب2.5. والفلفل الكوبي ده، الفلفل عامل 6 جنيه، فانا جبت الربع ده ب1.5. انا عندي برضو في التلاجة، فانا ما حبيتش ايه اكتر عن الربع. كمان دي خضرة ما كانتش موجودة بقى عند الست اللي جبت منها الحاجات التانية دي، فانا جبت من السوق نعناع وبقدونس وبصل اخضر، كل حاجة رابطة. ودي كانت يا حبايبي مشترياتي النهاردة من السوق. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الاسعار، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.